على التعليم صدر تقارير، صدر تقارير فعلا كتبين بجلاء بان القطاع ديال التعليم في بلادنا ليس على ما يرام، وهذا هو اللي خلى هذه الحكومه هذه توضع التعليم في الاولى اولوياتها. في الاختيار ديال الاولويات ما مشيناش لوحده من الاولويات اللي بالنسبه للمغاربه ثانويه، مشينا لوحده من الاولويات الكبرى، لانه كاين تشخيص اولا كيعملوا مؤسسات مستقله، بالاضافه للمجلس الاعلى للتعليم هناك مؤسسه دوليه وهناك مجموعه من المؤسسات الوطنيه التي تهتم بقضايا التعليم في بلادنا، تدق ناقوس الخطر وكتقول بانه هناك مشكله حقيقيه في التعليم ديال بلادنا. فمباشره هذه الحكومه هذه فاش تولات تدبير الشان العمومي وقبل منه خلال مجموعه ديال الأنشطة اللي كانت كتعمل على الأحزاب الثلاث، كان واضح بأن التعليم يحتاج إلى رجة قوية، ويحتاج إلى إصلاحات جذرية عميقة، ويحتاج إلى كثير من الجرأة ماشي المحاباة. راه سهل أنك تأخذ قرارات ويتقرك أنت مع راه الناس باغين هذه القرارات، لكن الدواء غالبا ما يكون مرا. فلذلك هذه الحكومة الآن تتوفر على تصور واضح جدا، ماشي فيه فقط غير السن ديال 30 سنه ديال المدرسين، ولكن فيه مجموعه من القضايا الاخرى. السيد وزير التربيه الوطنيه كان بالامس في البرلمان وتحدث عنها، والسيد رئيس الحكومه في جلسته الشهريه في مجلس النواب الاثنين الماضي ايضا عبر عنها. اصلاح التعليم وتمكين المغاربه من مدرسه الانصاف والجوده والقضاء على التفاوتات ما بين المدرسه الخاصه والعامه، هذا من بين القضايا التي سوف تشتغل عليها هذه الحكومة كيفما كانت كلفتها السياسية أو الاقتصادية. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.